السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. عندك لابتوب فصل منك شحن، ولما وصلت فيه الشاحن الجهاز مش بيشحن ومش راضي يشتغل، وانت مع المشكلة دي مش قادر تحدد هل العيب في الشاحن ولا العيب في اللابتوب. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنعلمك في حالة مواجهتك للمشكلة دي إزاي تقدر تحدد هل العطل من الشاحن ولا من اللابتوب باستخدام جهاز الأفوميتر اللي شرحنا طريقة استخدامه في الحلقة السابقة من قائمة تشغيل الإلكترونيات. تعالوا بنا نشوف إزاي هنقدر نحدد العطل من شاحن اللابتوب ولا اللابتوب ذات نفسه. ده الأدابتور أو شاحن اللابتوب، وده الأفوميتر اللي تعرفنا عليه في الحلقة السابقة. الخطوة الأولى هنوصل الكابل الأسود أو الأرضي في المنفذ كوم زي ما تعلمنا الحلقة اللي فاتت، والكابل الأحمر هنوصله في المنفذ VMA. الخطوة الثانية هي معرفة الأوتبوت بتاع الشاحن أو معرفة التيار الثابت اللي بيخرجه الشاحن، وده بنعرفه من خلال البيانات المطبوعة على الشاحن. هنلاحظ في الشاحن اللي معانا إن الأوتبوت بتاعه 18 فولت ونص. الخطوة الثالثة إننا نحدد مؤشر الأفوميتر على المقياس المناسب للأوتبوت بتاع الشاحن، وفي الحالة بتاعتنا هنظبطه على 20 فولت من التيار الثابت زي ما تعلمنا في الحلقة اللي فاتت. الخطوة الرابعة بنوصل وصلة الكهرباء في الشاحن وبنوصله بمصدر الكهرباء. الخطوة الخامسة بنلمس الكابل الأسود بتاع الأفوميتر في الإطار الخارجي لجاك الشاحن، والكابل الأحمر بنلمس بيه الإبرة الموجودة داخل الشاحن زي ما انتوا شايفين كده معانا في الفيديو. طيب لو القراية على شاشة الأفوميتر طلعت بصفر زي ما هو ظاهر معانا، فده معناه إن إما وصلة الكهرباء بتاعة الشاحن تلفة، أو مصدر الكهرباء فيه مشكلة، أو الشاحن نفسه تالف. فالأول نجرب مصدر كهرباء تاني، ولو استمرت القراية بصفر يبقى نجرب وصلة كهرباء للشاحن مختلفة عن اللي معانا. فاحنا جبنا وصلة كهرباء للشاحن مختلفة، وهنتست من جديد علشان نشوف النتيجة هتكون مختلفة ولا لأ. تمام، ظهر على شاشة الأفوميتر إن القراية 19.5 فولت تقريبا. الفولت الزيادة دوت ممكن يكون خارج من جسمنا احنا، لأن لو لاحظتوا هتلاقي إن الصباع بتاعنا لامس في الكابل والإبرة، وده معناه إن الشاحن سليم وإن المشكلة طلعت في اللابتوب. طيب لو كانت القراية استمرت على صفر
بعد تغيير وصلة الكهرباء، يبقى كده العيب في الشاحن ذات نفسه. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى نكون ضفنا لكم معلومة جديدة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.